مع بداية كل عام دراسي بصير هم الأسرة السورية هي تجهيز المدارس، وطبعا البحث عن أفضل البضائع إذا بدنا نقول المدرسية وبأفضل الأسعار. اليوم راح نضوي على المؤسسة السورية للتجارة بكافة فروعها في دمشق والمحافظات، راح نتعرف على أوقات الدوام والأسعار الموجودة والبضائع الموجودة. كل القصص راح نعرفها من الأستاذ أحمد نجم المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. يسعد صباحك. صباح الخير، إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير. وأنت بألف خير. يعني دائما في ضمن صالات العرض والبيع وهلأ موسم تحضيرات إلى المدرسة، خلينا نحكي السنة شو تميزت عن السنوات اللي قبل؟ هل المواد صارت أقرب إلى المواطن السوري، لدخل المواطن؟ هل هناك لوازم هي يعني الكل فيه يشتريها؟ طبعا بداية كل عام مدرسي احنا او دراسي مقوم بمجموعه من العروض او بننفذ مجموعه من العروض بنأمنها تتضمن مستلزمات المدرسه من قرطاسيه وحقائب ودفاتر والبسه مدرسيه. السنه كمان احنا طبعا حضرنا بشكل كثير كويس وعندنا عروض جيده جدا وعندنا مجموعه جيده من النوعيه رائعه من التجهيزات المدرسيه ومستلزمات المدارس بكل محافظات قطر. تعمدنا السنة يكون في معرض بكل محافظة، معرض رئيسي عم نعرض فيه كل المواد أو القرطاسية اللي نحن تسوقناها. بدمشق عندنا مثلا مجمع الأمويين، عندنا باللاذقية مجمع فاميا، بحمص عندنا صالة، بحما، بطرطوس، بكل المحافظات السورية تعمدنا نعرض نعمل معرض مركزي متوفر فيه كل المستلزمات وكل ما يحتاجه الطالب بنوعية جيدة جدا وبأسعار تقل عن السوق، احنا بتوصل ل 40 و50%. يعني مثال صغير، مثلا عندنا صدرين مدرسية 1700 ليرة، ما في ب 1700 ليرة بالسوق، عندنا بدلة مدرسية 3000 3500 ليرة. والجودة؟ كمان جودة نوعية جيدة جدا، احنا مدخل المؤسسة لنوعية جيدة، كمان دفاتر، يعني في بعض الدفاتر تبع المرحلة الابتدائية ب 65 أو 70 ليرة، فهذا رقم كثير صغير. إضافة للنوعية الثانية من الدفاتر اللي 300 ليرة و400 ليرة و500 ليرة، طبعا الجودة مضمونة 100%. وكان الاخوين المواطنين يتوجهوا للصالات ويشوفوا بعينهم النوعيه والسعر. استاذ احمد، يعني حكينا اسعار حلوه وجوده منيحه، يعني اللي الحكي كثير حلو. صالات كثيره. صالات كثيره، خلينا نحكي عن ابرز الصالات اليوم الموجوده بدمشق وبعدين بننتقل على المحافظه. هلا عندنا بدمشق ابرز المجمعات او الصالات اللي فيها معرض كثير كويس للسوري للتجاره ما يخص مثل زمات المدارس، هو مجمع من الامويين 29 ايار، عبير الشام. هذا بأي مناطق؟ بدمشق، ضمن دمشق. بالبرامكه بدمشق بالمزه وين؟ طبعا في بالمزه، في بي بي بالتجاره، في التجمعات، يعني اللي بتكون بكل دمشق مبطايه تقريبا بما فيها مثل ما ذكرت مجمع الامويين، هذا اكبر مجمع. بريف دمشق، في بصحنايا، في بقطنه، في بجرمانه، بكل المناطق تقريبا مغطيه، حتى الصالات العاديه فيها قرطاسيه. تمام. يعني تعمدنا نعمل معارض مركزيه بصاله او اكثر او مجموعه صالات ضمن المدينه ونوزع على بقيه الصالات بحيث انه الاخ المواطن اقرب صاله له لبيته ياخذ منها. طبعا الحكي كله موجود بكل المحافظات كمان. تمام. استاذ احمد، كثير من الناس بيعرفوا انه في مؤسسه ولكن ما بيعرفوا كيفيه التعامل مع المؤسسه، هل في تعامل خاص؟ في استثناءات لناس؟ في عروض؟ بيكون في عروض هلا موجوده؟ التعامل بكل الصالات او المولات مباشره بنزل على المؤسسه ويشتري الحاجه او النوعيه اللي بده اياها قدامه، المعرض موجود بنقي بايده اللي بده اياه. في شغلة عندنا، نحن طبعا عندنا قرض قرطاسي بمقدار 50,000 ليرة موزع على 10 شهور. كيف في المواطن يحصل على هالقرض؟ بيستناد لبيان من 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 محاسب، بيان براتب المحاسب ينزل فيه على الصالة أو المجمع ويستكملوا إجراءات التقسيط وبدون فوائد ولا 10 شهور. لازم يكون موظف. طبعا موظف. استاذ احمد، كاميرا الاخباريه السوريه امبارح نزلت على احد الصالات ورجعت لنا بالعراق التالي، خلينا نسمع مع بعض ونتابع. والله الاسعار في تخفيض، يعني منيح، يعني بالنسبه للباط، بالنسبه للشناتي المدرسيه في يعني اسعار منيحه مقبوله، يعني بالنسبه لبرا في نسبه يعني اقل من برا، منيحه يعني. والله في بطء، يعني المحاسبه ايه ضليت ساعه لحتى عدد الاغراض، وحتى الاشخاص اللي عم يشتغلوا بالبيع يعني ما كتير عندهم خبره بموضوع القرطاسيه، يعني بتقلي له الوان بليكان بيقول لك شو هي، بتقلي له يعني ما بتحسين انه عارفانين كل شيء موجود عندهم هون. في اغراض الاساسيه جبتها، بس في اغراض هلا طالع اشتريها لانه هون يعني مو كل الاغراض متواجده. اسعار كثير رخيصه وحلوه، كثير مناسبه،
خاصة للعائلات اللي عندهم أطافير كتير وهيك، فأسعار كتير مناسبة للكل وبتراعي وضع كل العائلات يعني، ولقيتها كتير أسعار رخيصة يعني وحلوة كتير يعني، ونشكر كتير للسورية للتجارة اللي راعوا وضع العائلات وشكرا كتير. بس بنوه إنه نحن كمان بهالأزمة، أنا معلمة مدرسة، فنحن ما كنا نرغم الطالب مثلا إنه يجي ببدلة كاملة مثلا، إنه نقبله خلاص ببنطلون جينز وأي كنزة ونعمل أي تسهيلات للطالب كرمال إنه يتعلم وياخذ حقه مثل أي طالب. هلا ألبسة بدي مريت لأخذ للبنات ما لقيت يعني يعني عدة قياسة. والله الحمد لله كل العالم رضان ومطلع كله مبسوطة منه، إنه هون كله مؤسسة للدولة تكون أسعار تقريبا كلها بتكون منافسة على السوق تقريبا بكثير وأرخص وأرخص من السوق تقريبا. هلا أول شيء مشان الخدمات، يعني الخدمات كل الخدمات اللي بيحتاجها الأخ المواطن موجودة بصالتنا ومجمع الأمويين. تشكيلي كبير كتير، فوق 1000 مادي يعني عندي من كل الأنواع موجودة، يعني كل شيء بيختاره الأخ المواطن العائلي موجود، ابتدائي إعدادي ثانوي وحتى جامعي للدفاتر ولغيرها موجودة. جودة المواد الموجودة والأسعار اللي بتفرق عن السوق بين 15% و40% بشكل عام، وعندك بعض أنواع من الدفاتر 100% بتفرق عن السوق. طبعا أنا سمعت الناس عم تحكي مشان البدلات والقياسات، نحن بشكل يومي عندنا ترميم، بشكل يومي عندنا ترميم نحن، وهلق يعني بآخر النهار عندنا وقت ترميم، مستودعاتنا مفتوحة على تواصل مع إدارتنا بشكل دائم، يعني شو النواقص عم تيجي بشكل دائم، فنحن منقله للأخ المواطن أحيانا ما لقيت القياس أنا بكرة الصبح بتلاقيه، نحن بشكل يومي عندنا ترميم لكل شيء، إن كان البدلات إن كان الصداري إن كان الدفاتر بشكل يومي. يعني نيرمين تابعنا آراء كتيرة، تابعنا صحيح. يمكن انتقاد تم الإجابة عليه بشكل مباشر. اليوم شو هي يمكن أبرز العقبات يلي بتواجهوها أو الشكاوى يلي ممكن توصل للإدارة؟ صحيح. تمام. أو المستلزمات المدرسية بشكل عام؟ هو التنوع الكبير، يعني هلا ذكر المدير المجمع أنه في فوق 1000 مادة، بالفعل في فوق 1000 مادة من البراي للمحايل لعلبة التلوين، فأحيانا بيوز شوية يعني التفاهم بين الأخ المواطن والعامل بده شوية وقت، يعني لأنه بيوز بالصيغة أو المطلوب يمكن ما يفهمه العامل، أو يعني في نموذج معين بيطلبه المواطن، فشوية وقت كله موجود وتشكيلة كتير كويسة، حتى الألبسة مثل ما ذكروا عنه تشكيلة كتير كويسة من الألبسة، بس ممكن قياس معين يكون فترة من فترات انطلب كتير، فبنرجع بنرممه بعد ساعة وساعتين مستودع. أنا برأيي بنحفز حقه ودوره للمواطن. طبعاً 100% ما في، يعني عندنا كميات كبيرة تكفي وزيادة. وكلها صنعة في سوريا. كلها طبعاً صنعة في سوريا. طبعاً غالب. كمان كنا عم نسمع أحد الآراء إنه ما لقيت كل شيء بدي إياه لبنتي، شو الشيء اللي ممكن ينزل المواطن أو اللي بده يحضر ابنه أو بنته على المدرسة وما يلاقي؟ هلا بتمنى تنزل وتشوفوا، ما تركنا شيء بيخطر على بال الأخ المواطن أو الطالب أو اللي بحاجته وما وفرناه. ممكن موديلات معينة ممكن هلا، بس مثل ما ذكرت بالنهاية انه تنوصل يعني لمرحلة انه نرضي كل الأذواق المستهلكين، فما تركنا مادة ولا تركنا نوعية الا حضرناها وكنا جاهزين فيها، ربما يكون احد طلب شغلة نوعية يعني نحن بنتمنى نستدركها بالمرات القادمة. تمام. عم نتابع على الشاشة كمان لقطات من السوق التجارية. استاذ احمد، في اشكاليات على القرض، نحن مرقنا عليه مرور الكرام، يمكن ان سهلت لنا الامر حضرتك، بسطت لنا الامور، ولكن لا، في اجراءات روتينية، في اخذوا جابوا ورقوا وطوابع، وفي مده زمنيه وما بقى في وقت المحاسب لا فورا. هلا انا بحكي مع مدير المجمع الامويين، بياخذ بيان براتب وبينزل على المجمع فورا. يمكن استاذ هيت من تجارب من زملائنا بالكنترول، يعني عندنا اولاد عم يخبرونا انه حكيت معي قبل ما نطلع على الهواء. هلا رح احكي مع مدير المجمع الامويين فورا، بيكون في موظف يتابع الاجراءات وبالسرعة القصوى بحيث انه ما يكون في اي تاخير. ما بدي واسطه، لا ما بدي ابدا، بالعكس احنا صلاتنا مفتوحه ونحن بالنهاية بنرحب بكل أخوة المواطنين، وهدفنا بالنهاية هو خدمتهم وتأمين السلع والمادي بأرخص الأسعار. تمام. وأجود الأنواع، وهذا يعني هذا التوجه التوجيه السيد رئيس الحكومة وتوجيه السيد الوزير، المتابعة اليومية، ونحن نكون زراعة الدولة تدخل إيجابي بجانب الأخوة المواطنين. أستاذ أحمد، خلينا كمان نوضح أكثر عن
ايمتى بتفتح الصالات ولايمتى بتضل؟ بدنا نحكي في اشخاص عندهم مثلا اسر عدد كبير من الاولاد فبيقسطولها للاغراض، حيضل هاي المواد متوفره طول ما تماما السنة. هلا من هو لشهر معارضنا موجوده طبعا بعد شهر، عم بحكي على المعارض بس المواد المنتجات موجوده بكل الصالات على طول. تمام. الفتره الزمنيه هلا بنفتح من الساعه 8 للساعه 10 بالليل حتى يوم الجمعه نحن فاتحين. نعم حلو كثير، ما في ولا يوم عطله يعني هذا واجبنا انه نحن نتابع شغلنا ونتابع عملنا ونامن مستلزمات بما انه بدايه عام دراسي. يعني نامن الاخوه المواطنين والطلاب كل حاجياتهم بالسرعه القصوى وبايسر السبل. تمام استاذ احمد، يمكن هيك خطوات قد ايه بتشجع اليد العامله السوريه؟ قد ايه بتشجع المواد والمنتجات السوريه؟ يعني دائما بنعرف انه منتجاتنا السوريه هي ذات جوده عاليه جدا بس بدها تسويق، بدها دعم من قبل الجهات المختصه. اليوم نحن قديش امنا عمل وفرص ليد عامله لمنتجات سوريه يمكن ما عليها الضوء؟ طبعا هلا باخذ كل الحقائب، شغل معملنا، شغل معمل حلب مثلا، او الالبسه شغل معمل، شغل دمشق، او الدفاتر، او القرطاسيه، باخذ قرطاسيه، يعني فرص عمل جديده وبترجع دوره اقتصاديه وبرجعوا المعامل بيشتغلوا، بنرجع ان شاء الله تعالى بفضل سواد جيشنا وبطل اللي عم بيحرر هالبلد من الارهابيين المناطق اللي لسه في موجودين فيها. التطور مستمر والنجاح ان شاء الله مستمر والمعامل عم ترجع تشتغل، ونحن واجبنا انه نتسوق المنتج الوطني. كان في تيستات على المواد طبعا، يعني قبل ما يتم عرضها كل ماده نحن بناخذ منها نموذج ومتاكد منه وبنعمل عليه سبر ومتاكد منه بالاسواق انه هذا سعره منافس وجيد ونوعيه جيده ولا لا. اذا طبعا الموضوع كان ضروري لما نحكي عن اللوازم المدرسيه، يعني هي اكثر المواد الاستهلاكيه للطفل، يعني حاجة يمكن كذا قميص خلال السنين، حتى الأحذية، الدفاتر، تمام، كل اللوازم الاستهلاكية بدرجة كتير كبيرة. كل اللوازم المدرسية اللي احنا تسوقناها أو اللي احنا عرضناها بصلاتنا تم أخذ عينات منها والتأكد من نوعيتها ومن سعرها. في لجنة سبر بتدور على الأسواق وتتأكد أنه هذا مثلا القلم نوعيته جيدة، سعره مقبول بالسوق، ويجب أن يكون عندنا أخفض من السوق. ما هو هذا الهدف؟ نحن عم نختصر من المنتج، نحن عم نختصر حلقات بساطة تجارية اللي هي جملة نصف الجملة، فشي طبيعي نحن يكون سعرنا أقل من السوق. هي نفس البضاعة بدنا نأكد معناتها بالسوق، ولكن أنتوا عملتوا إجراءات معينة لناخذها بسعر أقل. أكد إنه بضاعة جيدة وماركات معروفة، في يعني أكثر من ماركة معروفة جدا بدمشق، هي الأقلام والقرطاسية، وكان الأخوة المواطنين ينزلوا على الصلاة ويتأكدوا ويطلبوا يشوفوا إنه بالفعل في ماركات معينة ونحن جاهزين لأي ملاحظة. طيب هاي بدمشق، خلينا نحكي عن المحافظات الثانيه. نفس الشيء بنفس طبعا هو موجوده مخدمه الارياف كلها بالصلاه. هو العرض مركزي، يعني احنا شارين على مستوى المركز ووزعنا على بقيه المحافظات. مثلا حمص، حما، حلب، والاسبوع الماضي كان سيد الوزير وتم افتتاح معرض قرطاسي بحما وحمص. نفس المواد الموجوده بدمشق موجوده ببقيه المحافظات. ونفس السعر الموجود هون موجود باخر ضيعه بالريف. نعم استاذ احمد، ايام قليله بتفصلنا عن افتتاح معرض دمشق الدولي وحضرتكم مشاركين فيه، خلينا نحكي يمكن عن اهميه هي المشاركه وعن مشاركتكم بمعرض دولي ضخم مثل معرض دمشق الدولي. طبعا هو تظاهره اقتصاديه هامه جدا بظل النجاح والامن المتوفر ان شاء الله بالبلد، والحضور الدولي والشركات الدوليه الموجوده. نحن من طبعا من الشركات الموجوده ضمن الاجنحه احنا منافسين اقوياء، رح وان شاء الله تعالى نحن عندنا منشاه بننفذ فيها مجموعه كبيره من الكونسروه والمنتجات اللي بنسوقها ضمن البلد، رح نعرضها بالكامل بحدود 60 او 70 صنف رح تكون موجوده اضافه لمعرض قرطاسيه، والمنتجات اللي نحن فينا ننافس فيها وعم نشتغل فيها ضمن صالاتنا ان شاء الله بتكون كلها معروضه بالمعرض وان شاء الله تنال الاعجاب. تمام، يعني الاشخاص اللي راح يزوروا معرض دمشق الدولي دائما السوريين لما يروحوا على اي مهرجان بيكون هدفهم التسوق، فيمكن يعتبروه مشوار ويتسوقوا للوازم المدرسيه. البضاعه متوفره بدنا نقول، بضاعه جيده والبضاعه اللي عم يشتغل فيها بشكل يومي بالصالات ونوعيه جيده وان شاء الله تنال اعجابهم. تمام. كمان يمكن من الكنترول لزملائنا، بنرجع على المجمع الامويين، يمكن في الباب الرئيسي ذكروا لنا من شوي هو مغلق ولا مفتوح؟ لا، لانه كذا حدا من الاشخاص عم يزور عم يلاقيه مسكر، فعم يفكر انه
مغلق الصالة. هلا راح انزل انا مباشرة على المجمع، مو متأكد من الحكي، بس المجمع مفتوح، بس نتيجة الازدحام اللي عم بيصير يعني احد الايام مشيت ثلاث ايام كان مبيعات المجمع خلال يوم واحد 6 ملايين ليرة. فهذا في عدد كثير كبير من الاخوان المواطنين، وفي اقبال كثير كبير وفي ازدحام كبير، فبيجوز نتيجة الازدحام بس بين هيك. بس انا هلا نازل شخصيا على مجمع الامويين وهلا بتأكد فورا. هو يمكن هلا مو يمكن بفترات معينة مثل ما ذكرت حضرتك عم يتسكر الناس تمام وما عم تعرف وين الباب الثاني، فعم تفكر ممنوع يتسكر. مجمعاتنا مفتوحة ونحن بنرحب بالإخوان المواطنين. هلا راح ننتقل مباشرة لمجمع الأمويين. أكيد الحل الفوري لدى الجهات المسؤولة هو يمكن أنسب شيء من أجل المواطن. خلينا ننتقل للتجار، نحن شو مأمنين لهم للتجار؟ يعني نحن أوكي عم ندعم المواطن، عم نقدم له جودة عالية، أسعار قليلة، التاجر شو هي العروض أو شو هي الأوفرات يلي عم نقدم له إياها لحتى يضل يمكن يحط مواده عنا لحتى يحسن اكثر لحتى ندعمه اكثر؟ فمنتجاتنا تقريبا بنسبه كبيره هي من التجار. نحن سكرت، نحن بناخذ من المنتج او المستورد. المستورد بنشيل حلقات الوساطه التجاريه اللي هي جمله نصف جمله، وبنعكس هالحكي على المستهلكين. عدا عن هيك نحن بصالاتنا بنوفر للاخوه المواطنين، وهي دعوه مفتوحه الهواء انه يحط بالامانه بصالاتنا المنتج الجيد وسعره مقبول، نحط له ستاند بصالاتنا وبيرمموا كل يوم ونحن نتحسب نحن وياه كل اسبوع. هاي عبركم بدعو كل اخوه التجار، الصالات موجوده بدمشق وغير دمشق ومحافظات كلها، في بضاعه جيده ونوعيه جيده وفي مجال المنافسه واسعار جيده بتنعكس على الاخ المواطن، نحن جاهزين لها فورا. نحن جاهزين لاستقبال اي تاجر، اي تاجر بدون اجراءات، اي منتج وطني نحن بنرحب فيه، ونحن يعني كثير بنتمنى انه هلا عندنا طبعا نحن بدمشق عندنا 16 شركه عم تشتغل بالامانه معنا، بنتمنى هالعدد يتضاعف وكل الشركات الوطنية اللي عم تشتغل بنرحب فيها بصالاتنا. يمكن استاذ احمد يمكن اكثر ما اكثر شيء بنحتاجه بهي الايام او حتى التجار او الكل هي تسهيل المعاملات اذا بدنا نقول لحتى تتيسر الامور للكل. بالختام بدنا هيك كلمه من حضرتك يمكن للناس ندعوهم يمكن ليزوروا صالاتنا حتى للتجار لنكبر المؤسسه اكثر واكثر. بنذكر بالتوقيت برد بسكر صالاتنا مفتوحه من الساعه 8 الصبح للساعه 10 بالليل. بضاعة جيدة جدا إن كانت قرطاسية ولا مواد أساسية. مواد أساسية في عنا انخفاض بين 15% و20%. كل أسعارنا مختلفة عن السوق، يعني مثلا السكر 230 ليرة بالسوق، 300 ليرة في 70 ليرة. كمان اللحوم عندنا فرق بكيلو اللحمة هو 2000 ليرة. كمان عندنا ثلاث صالات أسماك السعر فيها كتير جيد يعني بالمقارنة، والخضار والفواكه إضافة الخضار والفواكه وهلأ قريبا تاريخ الإنتاج نظامي 100% طبعا تمام. إحنا أي ملاحظة نحن نستدركها ومرحب بأي شكوى. كيف الشكوى؟ خلينا نركز على هالنقطة، كيف ممكن ما راح أعطيك رقمي الخاص مباشرة يعني 0933377 لأنا برحب كتير بأي شكوى. طب في صندوق طبعا هلا بامكانه كان في صندوق او عن طريق الهاتف ونحن موجودين. انا بفضل الشكوى مباشره، اذا بدنا نروح بالطريق العادي بدها تاخذ وقت فورا. فانا هلا في شكوى انا بعالجها بخمس دقائق. يعني بدنا نشكرك كثير استاذ احمد لكل هاي الروح الايجابيه ولهذا التعاون من حضرتك. مثل ما قلنا الابواب المدارس على الابواب والاهل كلهم هيك متاهبين. بدنا نشكرك كثير ولكل الجهود القيمه اللي عم تقدموها. الله يعطيكم العافيه، شكرا كثير لكم. شكرا كثير لك استاذ احمد، شكرا لكل مدراء الصالات يلي عم يامنوا حاجه المواطن وللتجار ايضا على اكمل وجه. واي شكوى اكيد ما حدا يوقف ساكت، الكل فيه يقدم شكوى من 8 الصبح للعشرة بالليل. تمام. بمعرض دمشق الدولي أكيد مشاركين. شكرا كتير لحضرتك وأهلا وسهلا فيك. شكرا كتير لكم. شكرا كتير لك.